من هذه المزرعة التي تحوي غزلانا والعديد من أصناف الحيوانات، اختار بلال أن يبدأ مشروع مطعمه الغريب نسبيا في بغداد، والذي حمل اسم سكراب. هذا الغزال احنا نربيه ونكاثره، هذا اوروبي يجينا من اوروبا، نكاثره هنا بالعراق بالحقول مالتنا. طعم اللحم مال الغزال طيب، مختلف عن الغنم. اول شيء صحي، من ناحيه صحيه ما بي نسبه دهون عاليه. يعتمد بلال في طريقة إعداده وشويه هذه الأنواع من اللحوم على تدخينها دون تعريضها للنار، وهي طريقة محلية تلاقي استحسان العراقيين. طريقة الطهو مالتها عبارة عن من 12 ساعة إلى 17 ساعة، مجرد أنه النار معزولة على جهة والدخان يفوت عليها. على الدخان تظل تقريبا يومين تدخن على مود انه تستوي. بعد ما تاخذ تكتسب اللون اللي هو اللون الاسود، اللي هي اخذت طريقه التدخين الصحيحه. اما عن زبائن المطعم فيبدو ان هذا النوع من اللحوم يشكل تجربه مميزه لديهم، تمزج المطعم الغربي والعراقي بان واحد. طبعا واللي يميز هذا المطعم هو الطريقه المختلفه اللي يقدم فيها الطعام الموجود عنده، ان كان برجر، يعني تقريبا عنده 30 نوع برجر، او طريقه الشوي الغزال اللي عنده، او الضوء البقر اللي عنده، الجمل ديك رومي بطريقه الدخان يعني. ولذلك احنا من رواد المطعم، والمطعم اسمه مختلف، وقلت لك طريقه تقديم الطعام مختلفه. من جانبه يصر بلال على تنويع أطباقه وجذب الزبائن بكلماته المحببة التي تزين مطعمه، والذي أصبح على ما يبدو علامة مميزة في بغداد.